الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. في خضم أزمة الوقود التي تشهدها عدة محافظات عراقية بين الحين والآخر، قال معاون مدير دائرة المشتقات النفطية إحسان موسى غانم إن مصفى كربلاء الذي تمت المباشرة بمراحل افتتاحه قبل يومين سيقلل من استيراد العراق لمادة البنزين بمعدل 70%. وأضاف غانم أن الانتهاء من تطوير مصافي البلاد سيفضي إلى فائض ليتم التصدير إلى الخارج بعد إنجاز التطوير وفقا للخطة العشرية خلال السنوات القادمة حسب قوله. ويعيش العراق على واقع أزمات طاقة مستمرة على الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين الحكوميين التي لم يتحقق منها شيء بحسب مراقبين. قال محافظ البنك المركزي في العراق مصطفى غالب إن حذف الأصفار من العملة مشروع سابق مقدم من البنك المركزي ويتطلب تعديلات ويحتاج إلى تشريع قانون. وأضاف غالب أن البنك المركزي ضمن سلسلة العملات يعمل على إكمال فئة جديدة 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البنك خفض سعر الفائدة على القروض المقدمة لتمويل المشاريع في مبادرته. ولفت غالب إلى أن البنك يعمل على تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، مؤكدا أن تطبيق هذه المعايير يحتاج إلى إرادة سياسية. حذرت منظمة التجارة العالمية من أن العالم مقبل على ركود عالمي في وقت يواجه أزمات متعددة. وقالت المنظمة إن التوقعات كانت تشير إلى انتعاش في مرحلة ما بعد كورونا، لكن هناك ركود عالمي مفاجئ، مضيفة أن الوضع صعب جدا إذ يواجه العالم أزمات متعددة منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي صدمات خارجية متزامنة تضع العالم في موقع هش. وأكدت المنظمة أن الأمر الأكثر إلحاحاً على المدى القريب هو معرفة كيفية ضمان الأمن الغذائي في العالم، مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة. أفاد مسؤول نفطي في روسيا بأن بلاده ستقترح على منظمة أوبك بلاس خلال اجتماعها المقرر في 25 تشرين المقبل، ستقترح خفض إنتاج النفط بنحو 1,000,000 برميل يوميا. ورفضت أوبك بلاس التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين بما في ذلك الولايات المتحدة لمساعدة الاقتصاد العالمي. ومع ذلك انخفضت الأسعار بشكل حاد هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار الأمريكي بعد أن رفعت الاحتياطات الفيدرالية أسعار الفائدة. هبطت أسعار النفط أكثر من 1% في بداية تعاملات يوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد مخزونات الخام. هذا هو تراجعت العقود الآجلة للخام برنت لتسجل 85.36 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 77.65 دولار للبرميل. يأتي هذا في ظل عودة الدولار للارتفاع، حيث سجل أعلى مستوى له خلال عقدين على خلفية ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأمريكية، كما أن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية ساهمت في تراجع أسعار النفط بعد الارتفاع الطفيف الذي شهدته يوم الثلاثاء الماضي. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز برعاية الله.